بصرى وجود مفردة في التحرير التي كانت في أجواء تاريخ التريد لبلادنا العزيزة يزخر بمحطات كثيرة ذات دلالات مجيدة ومحطات هي وازنة وما تخليل هذه الذكرى 67 لانطلاق العملية الأولى لجيش تحرير الشمال بتنسيق وتعاون مع عملة مقاطعة دار بيضاء أنفا لا محطة من المحطات التي تنظم على مدار السنة لأنه تعرفوا أنه المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعداء جيش التحرير تطالع بالمهام والأدوار الطلائعية للتعريف يعني بالتاريخ يعني البطولات ديال الآباء والأمجاد في الحركة الوطنية وأن هذا العمل التاريخي هو حجر الزاوية لعملها. فالهدف ديالنا هو أن هذه الذكرى يعني الأجيال يعني الصاعدة والمتعاقبة تنهل من معينها الفياض وكذلك تعرف بأن الاستقلال ديال هذه البلاد لم يأتي عبثا وإنما جاء بعد جهد جهيد وتضحيات جسام من طرف الآباء والأسلاف والأجداد. وهذه الذكرى التخليد ديال هذه الذكرى والحضور ديال هذا الكم النوعي والعددي اللي حضروا هذا اللقاء هو وفاء يعني عرب وفاء وتقدير وعرفان لتضحيات الجلة والجسام التي قدمها الآباء دفاعا وذودا عن الوطن وحياضه وعن كذلك عن التوابت الدينية والمقدسات الوطنية. اليوم أنا ضيف عند عمالة مقاطعة أنفا اللي منظمين واحد الحفل واحد الملحمة خاصة بالذكرى 67 ديال انتفاضة ديال جيش التحرير بالشمال وكان خاص لابد على أنه دار ندوات بحال هذه الندوة اللي دارت في عمالة أنفا حيث تطرقنا بطبيعة الحال إلى أولا ما فعله المغاربة الأخيار والشرفاء طيلة الفترة المقاومة وخصوصا الانتفاضة الكبرى اللي كانت فاتح أكتوبر 1955 بالمناطق الشمالية. تلك الانتفاضة بطبيعة الحال اللي من بعد شهر ونص كان إنهاء النفي ديال الراحل المغفور له محمد الخامس وكان عرفوا على أن هذه الانتفاضة فلم تكن انتفاضة فقط من أجل رفع الحماية عن المغرب فكانت كذلك انتفاضة من أجل استقلال الجزائر وخص كل شيء يعرف على أنه انطلاقا من المغرب في المناطق الشمالية كانت جميع العمليات ديال الجزائر كتنطلق من تما كاينه القادة ديالها كانوا في المغرب التدريب اللي تلقاوها المعظم ديال الجيش الأول ديالهم في المغرب الأسلحة الأولى اللي جات خداوها من المغرب من الباخرة دينا هو الاسم ديال الزوجة الأولى ديال ملكة الأردن.